Bismillah. So we can start now. The live stream link, a new live stream link has been sent, so you can click on that if you want to see the live stream. So today we're going to continue with our competition. We have some people who were absent yesterday. We're going to allow for them to recite today. So the first person who will be reciting today is Suleiman from my class, and he'll be reciting Surah Fatiha. Beginner, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا ضالين. Next, can we have Muntaha Rahman? She's from Mustafa Shakir's class and she's reciting Surah Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Next, can we have Ma'ruf Ahmed from Ustad Madhul Habs as reciting Surah Al-Shams? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wash-shams wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Next, can we have Muhammad Nurul Ismail from Ustad Nadul Haq's class reciting Surah Al-Baqarah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عبد رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Can we have Nahyan Huda from Ustad Nadul Haq's class reciting Surah Al-Alaq? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلا ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى أو أرأيت إن كان أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا تؤتيه كلا لا إن لم ينتل نصفا بالناسية ناسية خازبة خاطئة فاليد النادية سنة الزبانية كلا لا تؤتي واسجد وقضرب Next,
Next, can we have Samir Ahmed Chowdhury from Ustad Nadal Haq's class reciting Surat al-Bayyin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي رباه. Next, can we have Abu Bahir from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Al-Mulk? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Next, can we have Muhammad Farhad from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Jumu'ah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Next, can we have Muhsin Alam from Ustad Ubaidullah's class, Sadiq Mansur Al-Nur? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Next, can we have Muhammad Yusha bin Luban from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Al-Muzammil? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا. وضعني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Next, can we have Yusuf bin Luban from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Al-Baqarah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك. Next, can we have Hidayah al-Iman from Ustada Shakia's class reciting from Surah An-Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Next, can we have Ibrahim Ahmed Adil from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Al-Mulk? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. I believe that then concludes for us the beginners and the intermediate categories, which means we'll be moving on to advanced now, inshallah. Okay, so next can we have Umaid Hussein from Ustad Ubaidullah's class reciting Surah Al-Dhariyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، الذين هم في خمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات الموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
Next, can we have Muhammad Tahir Hassan from Ustad Abdullah's class recite from Surah Al-Haqqa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Next, can we have Shah Muhammad Ali Yasin Talha from Ustad Abdullah's class reciting from Surah Al-Hashr? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. Next, can we have Muhammad Saiful Rahman from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Ar-Rahman? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Next, can we have Hamad bin Qasim from Ustad Abay, the last class recited from Surah Al-Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
Next, can we have Hamza Ali from Ustad Ubaidullah's class, citing from Surah Al-Qasas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون Next, can we have Mu'ad al-Imani from Ustad Ubaidullah's class, citing from Surah Yunus? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Next, can we have Muhammad Amin al-Rahman from Ustad Abed Allah's class reciting Surah Al-Hadid? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Next, can we have Zain Hanif Mi'a from Ustad Ubaidullah's class, reciting the Surah Al-Mu'minun? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Only a few left now, so trying to keep your voices down, don't speak amongst yourself. Next, can we have Imad from Ustad Abaydullah's class reciting from Surah Al-Waqi'ah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
Next, can we have Muhammad Al-Amin from Ustad Ubaidullah's class, citing from Surah Jathia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Next, can we have Salman Safwan Ahmed from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Yasin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Next, can we have Yahya Qasim from Ustad Ubaidullah's class reciting from Surah Al-Luqman? A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بارك الله فيك. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. So everything's done electronically this year, wallah. So it won't be long at all till we reveal who the winners are. The scores have already been tallied up and it's already done. So just have to inform you now basically. But before I do that, there's one or two things I want to say. First thing I want to say is that I explained at the beginning of the competition that the competition is judged by our teachers. So the reason why obviously they're the judges is because they're the best from us in understanding the hifz and the tajweed and the tartil of the Quran. So they're the most qualified to judge, and that's why we have placed them as judges. So I ask everyone to allow the judges to be judges. And although this is a competition, and we're competing in something good, I'll explain to you later, Junaid. Barakallahu feek. So they are the judges, so we allow them to judge. We may feel that someone else, perhaps we like the way they recite, or our friend, or our brother. It could be the case, but at the end of the day, we have selected them for a reason. So once they have judged, we take their judging as it is. And we say Alhamdulillah. Otherwise, if we try to differ with that in a way that is malicious or not nice, then it's a bit disrespectful. So let the judges judge. The second thing is, I'd like to thank everyone. I'd like to thank firstly the students for the hard work and determination that they put in. Barakallahu feekum. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept it from you. I'd also like to thank the teachers who worked very hard in order to teach and to cultivate and to get you to the standard that you are in. And also I would like to thank the parents who are the first madrasa for their children. And I would like to remind them of that, that the students who really excel are those that have the support at home. So please continue giving them your support. And I'd like to thank everybody else who's part of the team, Brother Abdul Majid, who always does the electronic side of things, the media team. All of this requires effort. In these days of Ramadan, you took your time out and you helped us and you did all of that. Then I'd like to extend my thanks to you, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you with the best of rewards. Also, after we do the results now, there will be iftar.
So please do stay and eat with us for iftar and break your fast with us. So inshallah ta'ala, soon we will have the results. How should we set this up? All the students, remain in your places. Don't get out from your seat. Sorry. Yeah, we just move this out of the way and set them up, inshallah. Hamza, where's Ziyan? Why didn't you come sit here? Soon. My dad said I couldn't fast, so I half fasted. Your dad said what? I couldn't fast, so I half fasted. You half fasted? Yeah, what's that? What's this? Oh, this is a mic, don't worry about it. Can I have the mic? Hamza. Relax, brother. Yeah. That what? Waalaikum salam, you okay? Can you put that back in? Hello. Isa, Hamza. A'udhu billah, what are you doing? Am I in it? Yeah, well, if you just stuck your face in it, you're definitely in it. Sit down. I'll teach you. Yeah, no, sit down. No, sit down. I don't want to be in it. Sit down. This one, yeah. Yeah. Jazakallah khair. I would never leave you hanging, brother. What's up? We're going to have the results. I actually don't know. Head chef Lubin Sasa will let you know. Very tired today. What was the last one based on? Three things you said. Last what based on? Like, three things you said. At the start of the concept of the chapter, you said three things. Tartib. It's like how you recite, like the pace, how it sounds, like that. So basically the style of the verse. Kind of. Like, includes the style, yeah. But the more what we're looking at would be pace. Like if someone's saying it too fast, like that would take points from Tad team. I can't remember, honestly. There's so many of you. There's like 180 of you. But mashallah, barakallah feekum, you two both did really well. Alhamdulillah. Can I go see my dad? Go ahead, see ya. It happens, brother. It happens. Rabbana atina min ladunka rahmah. Yeah? Yeah, I stopped there. Because it just made me stop. I was going to carry on, but it just made me stop. My voice. Can I go to my grandpa? Yes, you can go to your grandpa. Tell me. Sorry? Judge. Oh, judge? Yeah. Basically, you know the teachers, they're going to give... who's going to come first and who's going to come second, who's going to come... This is what you call judge. Oh, subhanallah. How are you feeling, Jinnah? Are you feeling okay? Yes. No, no, I leave saw you do it there. You saw me do it? Yeah, I saw that. I'll leave that a second.
Hi, I'm Adil. How's it going? What's that? Lollipop. Is that enough though? That doesn't look like enough. So if there's not enough, you're going to have to put that away. The sweets are clearly enough. Just put that one down. How many of these are there? 180. Oh, that's fine. Right, how you, is the camera in frame? Because I'm going to get like... Alright, move it, yeah, just like I said. That's very smart. Wait, let me put that in. Thank you.
Hello. Can everyone please sit down? Just sit behind this line. Thank you. Behind the line. Thank you. We're going to announce the results, inshallah. Where's the camera? Okay. Yeah, can someone, are you going to give it? Where's Ustad Omar? Someone lined them up when I call them up. Thank you. Okay, so this is the way we're going to do it. I believe this is how we always do it. So I'm going to call out the top five in the beginners category. We're going to start with beginners. Call out the top five in no particular order. Then once we've called out the top five in no particular order, we're then going to announce third, second, and first place. We're going to do that for beginners, then we're going to do it for intermediate, then we're going to do it for the advanced category, inshallah. So we're going to go ahead now and announce the top five in no particular order for the beginners category. So the top five in the beginners category is Ibrahim Ahmed Chowdhury, Zayan Ali, Ayub Fakir, Hamza Hussein, and Ishaq. So now, from these five who made it to the top five, we're going to announce third, second, and first. So, in third place in the beginners category is Ayub Fakir. Okay, so now for second place in the beginners category. And second place belongs to Zayan Ali. Good job. So finally now, first place in the beginners category belongs to Hamza Hussein. Barakallahu feekum. Tayyib, now we move on to the intermediate category. And again, we're going to announce in no particular order the top five. Just move them down much more. Thank you. So in no particular order, the top five is Usaid, Fatima Amatullah, Jawad Qasim, Yusuf bin Luban, and Abdurrahman Kinani. Move them down more, please. Right. So now, the top three in the intermediate category. So, in third place in this category, Fatima Amatullah. Second place in the intermediate category is Usaid.
And now finally, for this category, first place belongs to Abdulrahman Kinani. So now, in no particular order, the top five for the advanced category. Zain Hanif Mia, Muhammad Aminur Rahman, Imad, Muad Al-Imani, and Muhammad Saifur Rahman. So in this one, we're going to announce do we do third, second, and first, or should we do third, first, second? Third, first, second. Third. Okay, so in this one, we're going to announce third, then we're going to announce first, and then, of course, we'll know, then we'll announce second. So in third place in the advanced category, we have Muad Al-Imani. So now we're going to announce the winner of the advanced category. So the winner today of the advanced category is Zain Hanif Mia. So now, the final question. Who got second in the advanced category? It is Imad. Barakallah feekum. So, children, stay seated. We're going to bring you all here and sit you down so we can get some media. And then, inshallah, we will conclude the day. The four, we're going to announce fourth and fifth. So from beginners, fourth and fifth. Fourth belongs to, or rather fifth belongs to Ishaq. And fourth belongs to Ibrahim Ahmed. Intermediate winning list, the fourth or fifth rather belongs to Jawad Qasim and fourth to Yusuf bin Luban. And finally, advance fifth belongs to Muhammad Saifur Rahman and fourth to Muhammad Aminur Rahman. Barakallahu feekum. Yeah, I'm speechless too, yeah. Tayyib, can bring them over? How should we do it? Just bring them and bring the smaller ones at the front. Bring our classes first because they're younger. Give them sweets. And we also have prizes for everybody, but these should not be opened inside the masjid. Take the sweets home. After iftar, you can enjoy it at home. Can Ustad Abdul Hakim's class come and sit down, please? Okay. Can now my 4:30 class come and sit down here, please? Sit on the line. And can our younger sisters who are competing come through, please? Can Ustad Omar's 4:30 class come forward, please? Can we move this table? No, just leave it on. Leave it on. Just grab the table.
Can I have my 6 o'clock class come through? It's on the line. Guys, you guys move. Oh, right, he's still. Yeah. Can my brother sit with me? Yeah, of course he can sit with me. I have to tell them what they need to do. Yeah, go ahead. Alhamdulillah. I got first. I said Alhamdulillah. Good job, guys. How did I get first? Sisters, if you can remain seated in the masjid area here. How come I got first? Why don't I? I got 20 boppins. 20 big boppins. Yeah, after the prayer, you walk down. Get pride from me, inshallah. Both of you. I'm going to get 40 pounds. If I get 50 pounds. No. I'm going to get 25 pounds. Is it? Oh, you guys are big ballers, my friend.